دكتوره الناس اللي هي يومها مقلوب ومش عارفه ترجع للوضع الطبيعي مره ثانيه. طبعا ده من اخطر الحاجات من اخطر الحاجات علشان كده احنا طبعا ده ده يعني نقول بالبلدي كده ده اكل عيش فمش هينفع ان انا اقول لحد ايه والله ما تشتغلش تمبيض ما تشتغلش في في, في اوتيل ده اكل عيش لا اللي بيشتغل عنده عذره ولكن الناس اللي هي اعتادت على ان هي مثلا تنام بالنهار وتصحى بالليل وما عندوش مبرر او سبب <applause> منطقي او حقيقي يعني. منتهى الخطوره خصوصا الناس اللي عندها امراض زي امراض مناعيه وغيرها لازم نحترم الساعه البيولوجيه اللي ربنا خلقنا بيها هي دي اللي بتظبط جسمنا احنا عدم يعني انتظام النوم او قلب اليوم بيقلب جسمنا بيقلب ال 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 الوظائف الحيويه بتاعتنا لازم لازم ويعني نصيحه فعلا لكل الناس لازم ننام بالليل طيب انا عندي ارق مش عارف انام بالليل لازم أهد حيلي الصبح اول سبب يخليني انام كويس ان انا ابقى شغال طول النهار بعمل حاجه طول النهار ان انا اعمل البيت نفسها بتخلي الواحد يبقى مش عارف يعني بيبقى فيه نوع من انواع الكسل ولخبطه النوم ان انا اخرج بالنهار ان انا امارس نشاط بالنهار ده هيساعدني جدا ان انا انام بالليل لكن الكسل وقعده البيت طول اليوم في منتهى الخطوره خصوصا دلوقتي فتره اجازات وطبعا الشباب كله ايه قلب ليل ونهار ونهار وليل الخروج النشاط الرياضه ممارسه اي حاجه لو مش بشتغل ده مهم جدا عشان احافظ على احساس النوم بالليل م.